من حضرتك حقيقة هذا الأمر؟ الحقيقة أنا فوجئت بالكلام اللي أثير بهذا الشأن، يعني بعد المباراة بتاعتنا مع مغاغة. أنا شخصيا بكن كل احترام وتقدير للكابتن حسام والكابتن إبراهيم، بس مفيش حاجة حصلت. الكابتن محمد صلاح موجود معانا، مستمر معانا، عمل جهد طيب جدا في الموسم الماضي، ومش معقول ان احنا هنكافئه بان احنا نجيب حد تاني يعني. بس ده في يعني اعضاء من لجنه الكوره في تليفونات بني سويف، يعني عندما سئلوا قالوا انه في كلام مع كابتن حسام، بل البعض شطح وقال انه بكره في القريه الزكيه سيتم الاتفاق والتعاقد مع كابتن حسام حسن. يعني حاجه كانت غريبه جدا الحقيقه. لا الكلام ده مش صحيح. نعم. طب لم يعرض حتى على حضرتك هذا الامر؟ لا خالص 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 خالص. وحضرتك يعني رافض الفكره من الاساس؟ لا مش حكايه رافض الفكره اساسا، ما جاتش في ذهننا اطلاقا. واحنا بنكرم كل احترام وتقدير للكابتن حسام والكابتن ابراهيم، بس الكابتن محمد صلاح مستمر معانا ان شاء الله. تمام. وانتم مدينه كافه الصلاحيات طبعا في الموسم الجديد؟ اكيد طبعا، هنقعد معاه وهنشوف مين اللعيبه اللي عايز يجيبها، مين اللعيبه اللي هو مش عايزها في الفرقه. طبعا اكيد هنقعد مع بعض ونتفق على كل حاجه. طب بيتقال انه هيتم دمج نادي تليفونات بني سويف مع نادي المصريه للاتصالات، الكلام ده صحيح ولا حضرتك برضو يعني لسه ما تحددش هذا الامر؟ لا لسه، فهي ده كلام سابق لاوانه. طبعا في رئيس مجلس اداره الشركه المهندس عيل والرئيس التنفيذي المهندس محمد. نعم. كده نقعد مع بعض ونشوف ايه اللي فيه الصالح يعني. نعم. لكن في اتجاه او في فكره بالشكل ده يعني هتناقش؟ يعني هتناقش طبعا، هيناقش هذا الامر. عموما انا بشكر حضرتك جدا على كل هذه التوضيحات، وببارك لك مره اخرى على صعود فريق تليفونات بني سويف الى الدوري الممتاز. مع ايضا على الهاتف كابتن محمد صلاح عريس فريق تليفونات بني سويف والذي نجح اليوم في الصعود للدوري الممتاز. انت عريس كده للمره كام يا كابتن صلاح؟ خلي المدام تمسك فيك بقى. خد بالك ولا ايه؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن صلاح؟ اولا حضرتك وحشتني، لكن انا يعني بشوفك وبسمع وده اللي مكفيني، عشان كده ما بشوفكش يعني. ربنا يخليك كابتن صلاح، واحنا كنا سايبينك في المعمعه بتاعتك لان انا عارف ان مجموعه الصعيد